وايضا وصلنا لفقرتنا الاخيره لليوم من فقرات صباحنا غير يعني رمين، وقضينا عالم المبادرات محطتنا التاليه. وفي ظل الظروف الطارئه وانتشار وباء كورونا، تم اطلاق مبادره الدعم النفسي الاجتماعي من خلال فلو الاوليه، وهي مجموعه من الاخصائيين والاطباء النفسيين، وبدات من لبنان، شملت عدد دول عربيه مشاركه بهذه المبادره، واكيد من ضمنها سوريا. لنتعرف اكثر عن هذه المبادره بصرنا نرحب بآلاء عساف المنسقه المحليه لمبادره تدفق. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع. اهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن مبادره فلو يلي هي عم تكون بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه بالتعاون مع الهلال الاحمر. خلينا نتعرف اكثر على هذه المبادره. مثل ما ذكرتوا قبل شوي صبايا، هي المبادره طلعت بشكل عفوي، انطلقت من لبنان، من فكره من صاحبه المبادره الدكتوره نجوه، الدكتوره بعلم النفس، وانتشرت، لقت صدى كثير كبير هنيك وانتشرت. حبينا انه تنتشر هالمبادره ونعممها اكثر ضمن ظل هي الظروف والازمه اللي حاليا نحن فيها. فشملت هي المبادره عده دول عربيه ومن بيناتها سوريا، معنا العراق، معنا مصر، حتى معنا دول مثل هولندا وفرنسا، لكن للجاليه العربيه اللي موجودين فيها. فحاليا نحن بكل دوله عربيه في لها منسق محلي له فريقه الخاص والاخصائيين يلي عم يشتغلوا معه، طبعا تبعا للظروف وثقافه البيئه والعادات اللي فيها. فعندنا مجموعه من المتطوعين لكل بلد مندربون وبيشتغلوا معنا. نعم، يعني هذا المبادرة خلينا نقول ولدت مع الظروف الاستثنائية اللي عم يعيشها العالم بأسره. وأيضا سوريا دائما هي ترحب بالمبادرات الفعالة، طبعا بعد دراسة التفاصيل تبع قديش هي فيها تحقق عنا دعم وإفادة. خلينا نحكي عن هيدا المبادرة بما أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا الهلال الأحمر للحالات التخصصية، في حالة الحالات التخصصية قديش بتقدم دعم؟ هلا اليوم نحن شايفه ظل الظروف والتسارع يلي عم تصير فيه الاحداث كثير وعم نتعرض كثير لضغوط، في اشخاص ضمن هي الفتره بيقدروا عندهم مهارات او كفاءات يقدروا يتعاملوا مع هالضغوط، في اشخاص لا. فالمبادره توجهت وهدفت تشتغل على عده مستويات، مستوى النفسي والمستوى الاجتماعي والمستوى الشخصي عند الفرد. فكانت الهدف الاساسي انه نحن نقدر نقدم ايد المساعده للاشخاص يقدروا يجمعوا مع بيئتهم أكثر، يقدروا يخففوا تقديرهم للضغوط اللي عم يتعرضوا لها اليوم، نرفع مستوى مهاراتهم الشخصية لحتى يقدروا من خلال محيطهم، من خلال الموارد الموجودة عندهم ببيئتهم، يقدروا يتعاملوا مع هي الضغوط، وهذا الشيء بيعرضهم لخسائر أقل بحياتهم. مثل ما بنعرف كلياتنا اليوم بظل الظروف نتعرض لضغط، لتوتر، لخوف، لقلق، هذا كلياته بيهبط من مناعة النفسية عند الشخص، بيخليه أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروس. فنحن بنسعى بهي المبادرة أنه نقدم هذا الدعم للأشخاص لنقدر نخليهم على سوية عالية من المناعة النفسية. نعم. هلا خلينا نحكي اكثر، كيف عم بتقدموا هذا الدعم؟ نحن عم نحكي عن دعم نفسي ورفع مهارات، كيف عم يكون يا ترى؟ عن طريق ورشات؟ عم يكون عن طريق زيارتهم بالبيوت؟ خبرينا اكثر. هلا ضمن ظل هي الظروف والحظر يلي صاير، فضلنا كان توجه المبادره الاساسي انه نحن عن طريق التواصل الاجتماعي اللي هو حاولنا نخليه فعال هالمره ويكون مفيد. فكل شيء عم يصير عن طريق وسائل التواصل، ان كان فيسبوك نشر فيديوهات توعيه طبيه نفسيه تربويه، او عن طريق الواتساب ممكن نحن نتواصل مع الاشخاص يلي هن بحاجه لهذا الدعم. بنقدر نحن بيتواصل معهم فريقنا، بيبعثوا لنا المشكله وبيتواصل الفريق المختص معه حسب مشكلته وبيقدم له الدعم. يعني لا حضرتك منسقه محليه لمبادره فلو، يعني قديش كمان في جهد يبذل لنقدر نحن خلينا نقول نحقق الغايه اللي هي نجاح هذه المبادره؟ يعني في كثير مبادرات نحن بنقوم فيها ولكن بينقصها خلينا نقول ما فيها تنسيق، لا هون بدنا
تنسيق، قديش مهم ايضا التنسيق بالمبادرة؟ كثير بصراحة، يعني حطيتي ايدك على نقطة كثير هي مهمة. يعني اليوم مثل ما قلتي في مبادرات، بس بدنا المبادرات اللي أكثر تكون فعالة. فعلا بنواجه نحن كثير صعوبات، يمكن من أولها أو أكثرها يلي بنواجهها هي انه الفكر تبع الاشخاص، انه يعني نحن كيف ممكن انه نقدر نتواصل، كيف ممكن هدول يدعمونا، كيف نحن يتقبلوا فكره نعم. الدعم النفسي الاجتماعي. وبجد مشكورين يعني وزاره الشؤون الاجتماعيه فورا عم تطلق. كيف لقيتوا الصدى والتفاعل معه للمبادرة؟ لا لهلا صار في كثير عنا عدد من المستفيدين، لقيت رواج كثير، في استفسارات كثير، بنحاول نضل نحن نشتغل على المواضيع والاحتياجات اللي هن بدهم اياها. نعم، يعني دائما مبادرات نرمين عم نشوفها ضمن، يعني خصوصا بالفترة الاستثنائية لفيروس كورونا اللي نحن عايشين فيه، كبيرة وعديدة. صحيح سالي، وهي أكيد المبادرات عم تحاول تلبي حاجة مجتمعية. بالختام أكيد بدنا نتشكرك آلاء عساف المنسقة المحلية لمبادرة فلو لوجودك معنا لليوم. يعطيكم ألف عافية، ونحن بنرحب بكل الدول اللي بتحب تشارك وبكل الأشخاص اللي بيحبوا ينضموا، فأهلا وسهلا للجميع ونحن معهم. نعم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لوجودك معنا، ودائما سوريا يعني هي فاتحة إيديها للكل بكل شيء، يعني ورغم الظروف اللي نحن عايشينها سواء حرب أو ظروف استثنائية، يعني في خلينا نقول قدرة تحمل هائلة. تمام، وبحس عندنا خبرة صار كبيرة، نحن بنقدر ندعم الأشخاص التانيين 100%. صحيح، بحس في بصير في عنا تبادل نوع من الخبرات، بصير في عنا صار عنا مصداقية أكثر، إنه أشخاص نحن تحملنا يعني كثير ظروف. صح، النظرة كانت غير. صح. شكل، شكرا كثير لوجودك. يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا لك.